السلام عليكم ورحمة الله. اوعى تفتكر ان توبتك لله سبحانه وتعالى دي من انجازاتك الشخصية، لا، دي من عناية ربنا بيك، لانه لولا محبته ليك ما كانش خد بايديك. اسمع الآية وشوف المعنى اللي انا عاوز اوصله لك. ربنا لما يقول في القرآن عن سيدنا آدم لما اكل من الشجرة هو وستنا حواء، بيقول ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. تعرف ليه قال لنا كده؟ عشان تعرف إن ربنا من حبه ليك بيدلك على هدايته ليك وعلى إرادته ليك وعلى اقترابك منه. يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم. عرفت بقى؟ خد بالك، اطلب من ربنا الهداية، اطلب من ربنا التثبيت، اطلب من ربنا المعونة، لأن لولا محبته ليك ما كانش خد بإيديك. لولا إن ربنا سبحانه وتعالى اختارك في طريق التائبين ما كانش ييسر لك طريق التائبين. انا عاوز اقول لك ان في ناس اتخطفوا وما لحقوش يتوبوا. عرفت بقى انه لما يحبك هيدلك على طريق التوبه، يمدك بالحياه ويفهمك الصح من الغلط وينتظرك مع التائبين وينادي منادي من السماء: اصطلح العبد على مولاه، اصطلح العبد على مولاه. عقلك يا ابني هو رصيدك، اوعى تسلم للشيطان، اوعى تقول دي ظروفي يا صاحبي، معلش دي كرامة انسان. استفت عقلك بعد قلبك واسأله ايه الغلط والصح في اللي بتعمله، ده كل شيء بتبان نهايته في اوله. شوف قبل ما رجلك تخطي رايحه فين، عقلها وتوكل على اللي كرمها، مهما تنسى ومهما تغفل ارحمها، وقول يا رب الكون إلهنا أعظمك، وقدرتك يا رب واضحة لكل عين، ده كل شيء زايل ولا في الدنيا شيء مضمون غير ربنا الواحد الأحد وأمركم فيكون لعلكم